أنا اسمي محمد صبحي رشيد الحديدي، أب لخمسة من الأبناء، استشهد الأربعة وأمهم وبقي لي طفل وحيد عمره 5 شهور. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. لما نطلعوا عمر من تحت الأنقاض طلعوه من حضن أمه، كانت أمه حضناه، طلعوه من حضن أمه. الله يرحمك يا أبا. هدول أغراض أبو الياح، هدول أغراض أبو الياح. هاي غير تعز اللعبة تبعته، هاي غير تعز اللعبة تبعته اللي ضربوه. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي ريحته، هذه ريحة أبو الياح هذه. يا قلبي يا أبا، حبيبي قلبي يا أبا. أنا أسكن بعيد عن النسايب بتقريبا 500-600 متر، فصحيت على صوت انفجار هز المنطقة. في اللحظة كانت زوجتي وأبنائي ذاهبين لتقديم المعايدة لأخيهم وأولاد أخيهم، يلبسون ملابس العيد ويحملون ألعاب العيد. فجاءت طائرات الغدر، طائرات الخيانة، قصفتهم وهم آمنين دون سابق انذار، دون اتصال، دون أي شيء. شرنا لهم ملابس العيد، شرنا لهم ملابس العيد، شرنا لهم ألعاب العيد، وكانوا بانتظار، يعني كانوا صايمين رمضان كله. الحمد لله، يعني عبد الرحمن عمره 8 سنين، كنت أترجى رجا إنه يفطر، والله أترجى رجا. أقول له يا أبا حرام يا أبا، أنت لسه مش مفروض عليك الصيام يا أبا، افطر. يقول لا يا أبا، أنا بدي أضلني صايم، بدي أضلني للمغرب يا أبا. كانوا ينتظروا العيد على حر من الجمر عشان يطلعوا يتسلوا يروحوا على المراجيح. واجا يوم العيد، اول ايام العيد كان استشهاد ابن اختي اللي هو ابن عمتهم. فكان اول ايام العيد اخذت صهيب معايا على المقبره ندفن ابن عمته. ثاني ايام العيد رحنا ذهبنا عزينا عمته. ثالث ايام العيد قصف صهيب وامه واخواته بملابس العيد، بالعاب العيد، بطفولتهم البريئه، احلامهم البريئه. ذهبت أحلامهم إلى الله عز وجل يشتكون ظلم اليهود. قصف البيت يابا دون أي ذرة رحمة، دون ذرة إنسانية، دون سابق إنذار، لم يعطي إنذار بإخلاء البيت. عمره 6 سنوات لسه سجلت في المدرسة جديد. هذا ترينكو، هذا ترينكو أسامة، الله يرحمه. هذا ترينك أسامة، حبيب قلبي أسامة، حبيب أسامة، والله الله يرحمكم يا رب.